مجموعة أنونيموس أو بالعربي المجهولين يعتبروا أقوى مجموعة هاكرز بالعالم، واللي يميز أنونيموس عن أي مجموعة هاكرز ثانية هو أنهم مستقلين، أي بيشتغلوا لوحدهم، يعني ما في فوقهم حكومة أو مخابرات تعطيهم أوامر. والشيء الثاني اللي يميزهم هو أنهم مجهولين بالكامل من اسمهم أنونيموس، مجهولين. الـ FBI بأمريكا صار لهم سنوات عم بيحاولوا يقبضوا على أنونيموس وكل محاولاتهم باعت بالفشل. والشيء الثالث هو ان معظم هجماتهم تكون لمصلحة الناس وتكون ضد الشركات الكبيرة لما تسوي شيء سيء، واللي شاف اخر فيديو توب 5 حملته كان فيه اكبر مثال، لما شركة سوني بلاي ستيشن ودت شخص على المحكمة وكانت رح توديه على السجن فقط لانه سوى جيل بريك لجهاز البلاي ستيشن 3، راحت أنونيموس هجمت على سوني وسكرت بلاي ستيشن مدة شهر كامل وكلفتهم فوق الـ 150 مليون دولار. فبهالفيديو جايب لكم أقوى خمس هجمات هاكر أو اختراق في تاريخ أنونيموس. هذا الفيديو ما له علاقة بالألعاب أو الجيمينج، لا، هجمات هاكر بشكل عام، وهي تقريبا أول مرة بسوي فيديو بالكامل ما له علاقة بالألعاب. فيلا خلنا نبدأ، بس قبل كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه في جيف اواي شهري على ماذر بورد من شركه ايسوس بقيمه 800 دولار، اذا حاب تدخل بفرصه الفوز عليه كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق مع وسيله التواصل فيه معك. اوكي شباب، قبل ابدا الفيديو في شيء جدا مهم حاب اخبركم عليه، بس اول شيء انا ليش قاعد في سياره وشو هالسياره اصلا؟ خلينا نشوفها مع بعض. اوكي شباب، مثل ما شفتوا انا بسيارة BMW، لانه هذا الفيديو برعايتهم، لانه في شيء جدا مهم يخص BMW، والشيء هو انه BMW مسوين اكبر بطولة بالشرق الاوسط للعبة Call of Duty Black Ops Cold War، بطولة على 20,000 دولار، وفينك تشارك فيها لو انت مقيم باحد هالدول شايفينها قدامكم حاليا على الشاشة. البطولة فطور المالتي بلاير، وصدقوني ما في ناس جدا لاعبين او معارقين مشاركين فيها، فإذا أنت شايف أنه لعبك متوسط بكول أوف ديوتي أنصحك تروح وتشارك. فيلا جمع فريقك وشيك أول لينك موجود بالوصف عشان تشارك بالبطولة، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة الخامسة في شركة اسمها HB Gary، هي شركة متخصصة بالحماية المعلوماتية، يعني الشركات بيتعاقدوا معها عشان تحميهم من أي هاكرز أو من أي اختراقات، وهالشركة عالمية وجدا قوية لدرجة أنه الحكومة الفيدرالية بأمريكا متعاقدين معاهم. المهم HB Gary ب 2011 قالوا أنه قدروا يخترقوا مجموعة الهاكرز أنونيموس وعرفوا اسم الشخص اللي وراء هالمجموعة الغامضة. طبعا أنونيموس ما تعرضوا لـ HB Gary قبل هالمرة، ما اخترقوهم ولا أي شيء، بس HB Gary بدهم يهايطوا او يشوفوا حالهم قدام الناس على راس أنونيموس. أنونيموس ردت وقالت انه HB Gary فعلا حاولوا يخترقوهم بس كذابين، ما عرفوا اسم الشخص اللي مسؤول على المجموعة. فأنونيموس اللي عملوه بالمقابل هو انهم اخترقوا الشركة، شركة HB Gary اللي المفروض تحمي الشركات من الاختراق تم اختراقها من أنونيموس، وسرقوا معلومات جدا مهمة وحساسة بحجم 8 جيجا بايت من الشركة، معلومات مثل اسماء الموظفين بالشركة وإيميلاتهم وأرقام تلفوناتهم وعناوينهم الخاصة، ونشروها كلها أونلاين. ومن خلال هجوم أنونيموس اكتشفوا أنه HB Gary عم تسوي علاقات من تحت الطاولة، علاقات غير أخلاقية مع شركات عشان يهاجموا شركات ثانية، ونشروا هالكلام كله أونلاين. وفوق كذا هجموا على المدير أو CEO لشركة HB Gary يلي اسمه آرون بارز، ونشروا عنوان بيته ورقم تلفونه والرقم الوطني الخاص تبعه. بأمريكا كل مواطن عنده رقم خاص وما لازم نشروا مع اي حد، فأنونيموس عرفوا رقمه ونشروه اونلاين، واخترقوا موقع الشركه وكتبوا هالرساله: انتم جبتوا هالكلام لنفسكم، رح نعلمكم درس ما رح تنسوه طول حياتكم، لا تلعبوا مع أنونيموس. You brought this on yourself. Let us teach you a lesson you'll never forget. Don't mess with Anonymous.
It's a warning other companies will no doubt take to heart. بعد هالهجوم القوي على الشركة وخسارتهم لمئات الآلاف من الدولارات، تم طرد مدير الشركة أرون بار. وعلى فكرة هو اللي اتخذ القرار بالبداية إنه خلنا نخترق أنانيموس. يعني أنانيموس ما هجموا عليهم ولا اخترقوهم، هم إتش بي جاري هم اللي بدأوا وهجموا على أنانيموس، وأنانيموس ردوا عليهم بكل هالأشياء القوية. ومن بعد هالهجوم إتش بي جاري خلاص صارت سمعتهم سيئة، بطلوا الشركات يشتغلوا معاهم لأنه شافوا أنانيموس بهدلوهم. فإيه خلي الهياط يفيدهم. بالمرتبة الرابعة في مجموعة في أمريكا اسمها كو كلوكس كلان أو KKK. هاي مجموعة ما بيقدروا يدخل عليها إلا البيض، ومعروفين إنهم بكرهوا أصحاب البشرة السوداء والسمراء. هالمجموعة معروفة بشكل جدا كبير بأمريكا وموجودة من زمان كثير، على أيام الحرب الأهلية في أمريكا، أي من 200 سنة تقريبا، وكانوا معروفين إنهم عنصريين وعنيفين، أي شخص بشرته سوداء أو سمراء كانوا يقتلوه على طول. فالمهم هالمجموعة إلى اليوم موجودة في أمريكا بشكل رسمي، بس طبعا ما فيهم يعملوا أعمال العنف اللي كانوا يعملوها من زمان، بس تواجدهم اليوم هو تواجد سياسي. فمجموعة أنانيموس قرروا أنهم يخترقوا الموقع الرسمي لهالمجموعة ويطلعوا كل المعلومات السرية اللي عندهم، وفعلا اخترقوا الموقع وسربوا فوق 350 اسم لأعضاء بالمجموعة، إيميلاتهم، عناوينهم وكل شيء. فحاليا هالمجموعة العنصرية خلاص ما عندهم خصوصية، حرفيا كل معلوماتهم الشخصية منتشرة على الإنترنت. ومن أحد الأسماء اللي سربوها كان في اسم فنان أو رسام جدا مشهور اسمه باري غارنتون. طلع هذا الشخص منضم لمجموعة الKKK العنصرية بشكل سري، وأنانيموس فضحوه. فبعد هالفضيحة خلاص بطل أي حد يشتري رسمات هذا الشخص، وبطل أي معرض فنون بالعالم يعرض رسمات أو لوحات هذا الشخص أو يرسل له دعوة. فحياة هذا الشخص المهنية انتهت بالكامل من وراء أنانيموس. We are anonymous and we are awake. We do not forgive and we do not forget. So, expect us. بالمرتبة الثالثة أظن معظمكم سامع بالدارك ويب أو الإنترنت المظلم. اللي ما بيعرف شو هو الإنترنت المظلم، هو بكل بساطة قسم من الإنترنت محجوب عن العالم، جدا صعب إنك توصله، ولو حاولت توصله ممكن الشرطة يلقوا عليك القبض. بكل بساطة الإنترنت المظلم هو مكان كل شيء غير قانوني بصير فيه، مثل بيع أسلحة، بيع مخدرات، استئجار قاتل، استئجار هاكر، وفي بالدارك ويب أفلام إباحية للأطفال. فأنانيموس قرروا إنهم يدخلوا على الانترنت المظلم ويخترقوا احد اكبر المواقع الاباحية للاطفال. سكروا الموقع لفترة مؤقتة وقدروا يحصلوا على فوق 1500 اسم لاشخاص مسوين هالموقع، وحتى ناس فقط بيفوتوا على هالموقع عشان يشوفوا هالافلام. قدروا يجمعوا اسماءهم، عناوينهم، عناوين الاي بي، جمعوا هالمعلومات لل 1500 شخص ونشروها على الانترنت. وفي امريكا واوروبا ومعظم دول العالم، مجرد ما انه شخص يشوف افلام اباحية للاطفال، مجرد ما شخص يشوف، يعني شخص ما سواها ولا إله أي علاقة فيها، بس مجرد أنه تابعها، فهذا جرم جدا كبير وممكن يوصل إلى سجن 10 سنوات. فأنانيموس فعليا قضوا على 1500 شخص من الناس اللي تابع واللي يسوي هالأشياء ونشروا أسمائهم على النت، وأكيد الـ FBI أو الحكومات بهالدول راح تلاحق هالأشخاص، ما راح تخليهم بدون عقاب. So we will be exposing your many crimes to the world. We are legion. Expect us. بالمرتبة الثانية في كنيسة أو معبد بأمريكا اسمه ساينتولوجي. هي مو كنيسة مسيحية، لا، هذا دين مستقل. دين أو طائفة بأمريكا معتقداتهم جدا غريبة، بيأمنوا إنه البشر على الأرض إجوا من الفضاء، إنه في فضائيين إجوا وحطوا البشر على الأرض، والكرة الأرضية رح تتدمر قريبا، وفقط الناس اللي بيأمنوا بالساينتولوجي رح يجوا الفضائيين وينقذوهم. طبعا هتقول حاليا شو هالغباء، مين اللي رح يآمن بهالدين؟ اللي مآمن واللي منضم لهالطائفة مشاهير هوليوود نفس توم كروز، جون ترافولتا، وغيره كتير من الممثلين المشهورين ومن أثرياء أمريكا، كلهم منضمين لهالدين وهالطائفة. وفي بعض التقارير بتدل إنه في علاقة بين هالطائفة وبين الماسونية. المهم عام 2008 صار يطلع كتير كلام على الساينتولوجي إنهم عم بيسووا أشياء غير أخلاقية وغير قانونية وما حد عم يحاسبهم. فتدخلت أنانيموس وقالت خلاص علينا الباقي، لا تاكلوا هم، واخترقوا موقع وسيرفرات الكنيسة وسرقوا معلومات جدا مهمة من عندهم. بس ما نشروا هالمعلومات، ظلوا متحفظين عليها، بس نشروا من هالبيانات فيديو واحد للممثل توم كروز على اليوتيوب. هالفيديو كان مقابلة عملها أحد الصحفيين مع الممثل توم كروز، وكان عم يسأله أسئلة عن الديانة هاي، وكانت أجوبة الممثل جدا غريبة وجدا تافهة،
انه نحن الطائفة هاي مختارين من الفضائيين وعنا قائد فضائي بس تدمر الكرة الارضية رح يجي وياخدنا وباقي الناس رح يموتوا ونحن نقدر نعالج امراض الطب ما قدر يعالجها. ومن هالكلام اللي تحسه فيلم خيال. فالكنيسة شافت هالمقابلة وحست انه لو نشروها الناس رح يتمسخروا عليهم فمنعوا الصحفي من نشر هالفيديو. بس أنونيمس حاليا بس اخترقوا السيرفرات قدروا ياخذوا هالفيديو ونشروه على يوتيوب والفيديو انتشر بشكل جدا كبير وكل الناس صاروا يتمسخروا على هالطائفة لانه الكلام بالفيديو جدا غبي ومضحك. He or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. Being Scientologist, you look at someone and you know absolutely that you can help them. لو بتفهم انجليزي رح احط لك بالوصف رابط الفيديو روح وشوفه. والكنيسة ساينتولوجي وقتها كان بدهم هالفيديو ينمسح فطلبوا من اليوتيوب بس اليوتيوب ما استجاب عليهم فراح ورفعوا قضية بالمحكمة على اليوتيوب واجبروهم يمسحوا هالفيديو. فأنانيموس وقتها قالت ايوه انتوا جبتوا المشاكل لنفسكم، نحن سرقنا كتير معلومات قويه وحساسه عنكم بس ما نشرناها وما نشرنا الا هالفيديو على سبيل المزاح وانتوا حاليا اجبرتوا يوتيوب انه يحذف الفيديو من قناتنا فحان وقت الانتقام. Hello leaders of Scientology, we are Anonymous. Over the years we have been watching you, your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature, all of these things have caught our eye. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. فراحوا Anonymous أول شيء هجموا وسكروا جميع المواقع الإلكترونية لموقع ساينتولوجي. ومن زمان عام 2008 كان لسه بيستعملوا الفاكسات بشكل جدا كبير فصاروا يسووا هجوم على الفاكس وتسببوا بتعطيل جميع الفاكسات الخاصة بساينتولوجي وسربوا على الانترنت كل المعلومات اللي سرقوها بالبداية وكانوا متحفظين عليها. وهالمعلومات كانت بتدل انهم مو كنيسة ولا طائفة دينية وما بيأمنوا بالفضائيين ولا هالكلام الفاضي كله، بس بأمريكا أي مؤسسة دينية نفس مسجد أو كنيسة ما بيكون عليهم ضرائب، بيكونوا معفيين من الضرائب. فهالمجموعة راحوا أسسوا دين وقالوا نحن ديانة جديدة مشان ما يدفعوا ضرائب وصاروا الممثلين والأغنياء يدخلوا فيها ويحطوا فلوسهم فيها عشان يتجنبوا الضرائب، لأنه بأمريكا عندهم الضرائب جدا عالية ولازم كل الناس يدفعوا ضرائب، عندهم جريمة جدا كبيرة لو شخص تهرب من دفع الضرائب. وبعد تسريب هالمعلومات هذا الشيء تسبب بمظاهرات بجميع أنحاء أمريكا مناهضة لهالكنيسة. فلو رضيوا بفيديو توم كروز وضلوا ساكتين كان أحسن لهم من هالفضيحة. بالمرتبة الأولى أظن معظمكم سمع بموقع بايرت باي أو برنامج تورنت. إذا ما بتعرف هالموقع هل بعمرك شفت فيلم أو مسلسل أو أنمي بطريقة غير قانونية؟ طريقة غير قانونية يعني شفتها ببلاش بدون ما تدفع على موقع إيجي بيست مثلا المشهور عنا بالشرق الأوسط. أظن 99% من الأجوبة رح تكون إيه نعم كلنا نستعمل هالمواقع عشان نشوف أفلام ومسلسلات ببلاش، نادرا ما حد منا يروح يدفع عشان يشوف شيء. فالمصدر الرئيسي لجميع الأفلام والمسلسلات والأنمي وحتى الألعاب المكركة بالعالم هو موقع بايرت باي، وأصحاب ومؤسسين هالموقع سريين ما حد بيعرف مين هم أو من وين عم يفتحوا هالموقع. فشركات الأفلام والمسلسلات الأمريكية الضخمة ما فينهم يرفعوا عليهم دعوة بالمحكمة، ما فينهم يقادوهم عشان يسكروا الموقع لأنهم ما بيعرفوا مين هم، ما بيعرفوا أصلا هم وين. فشركات الأفلام والمسلسلات أو شركات السينمائية الضخمة توجهوا لمكتب الكوبيرايت أو مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بأمريكا وطلبوا منهم أنهم يطلعوا تصريح رسمي عشان يهاجموا هالموقع. مثل ما قلت لكم ما فينهم يسكروا الموقع بطريقة قانونية بس فينهم يهاجموه، بس بدهم تصريح رسمي عشان يسووا هالشيء. وفعلا أخذوا تصريح وعينوا شركة اسمها Aplex Software. هاي الشركة كانت من أكبر الشركات المختصة في الاي تي وحماية المواقع وهالكلام، وخلوا هاي الشركة تسوي هجوم DDoS على موقع بايرت باي. اللي ما بيعرف شو الـ DDoS هو بكل بساطة انهم بيبعتوا معلومات بشكل جدا كبير على سيرفرات الموقع وبالتالي سيرفرات الموقع رح تعلق وبالنهاية رح يسكر. ما كان فيهم يخترقوا الموقع بشكل طبيعي لأنه ما بيعرفوا وين الموقع وما بيعرفوا عنوان الـ IP ولا أي شيء، فهي كانت الطريقة الوحيدة عشان يسكروا الموقع.
وفعلا سكروا الموقع. وهنا تدخلت انانيموس. انانيموس استعملوا نفس نوع الهجوم يلي هو الدي دي او اس اتاك على شركة ابلكس سوفتوير وعلى كل شركات الافلام والمسلسلات السينمائية اللي كان لهم علاقة بالموضوع، وكمان على موقع الكوبي رايت الامريكي. سكروا كل هالمواقع، ومن احد هالمواقع هي شركة سوني بيكتشر. سوني عندها افلام ومسلسلات غير البلاي ستيشن، وكانت هي من احد الشركات اللي ساهمت باغلاق موقع بايرت باي. فمتذكرين باخر فيديو لما قلت لكم انانيموس سكروا شبكة بلاي ستيشن مدة شهر؟ هي كانت احد الاسباب. فهذا الهجوم سبب خسائر بالملايين لهالشركات، وبالاخير خلاص شالوا الهجوم على موقع بايرت باي ورجع اشتغل الموقع. وبالمقابل انانيموس سحبت الهجوم تبعها، والى يومنا الحالي موقع بايرت باي شغال. فلولا انانيموس كان موقع بايرت باي راح من زمان، وكنا راح نواجه مشاكل ان نشوف افلام مسلسلات وانمي ببلاش، لانه كل المواقع اللي نستعملها عشان نشوف منها ببلاش كلهم يجيبوا المحتوى الاصلي من موقع بايرت باي. فانانيموس دافعوا بكل قوتهم عن الموقع، دافعوا عن طريق الهجوم، هجموا على هالمواقع وهالشركات لحديت ما اجبروهم انهم يشيلوا الهجوم من موقع بايرت باي، مع انه انانيموس ما لهم اي علاقه بالموقع، ما لهم صاحبين الموقع ولا يجيهم فلوس من الموقع، بس هم ضد حظر اي شيء بالعالم، اي شيء فيه حظر ومنع وحجب انانيموس بيكونوا له بالمرصاد. Do not forgive internet censorship and we do not forget free speech. We are over 9000. فإيه شباب، هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم، بس حاب أنوه أنه أنانيموس لسه عندهم هجمات أكثر من هيك بكتير، وفي هجمات إلها علاقة بدول عربية بس ما رح أذكرها بهالفيديو عشان ما ينمسح. فإيه أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أقوى هجوم شفتوا بهالفيديو. وبس كان معكم بشاركة إياه بشاركة كيش، كم ديهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.